من الجليل الأعلى مراسل العربي أحمد جرادات ينضم إلينا. مرحبا بك أحمد. إذن صاروخان نحو نهاريا، هل هناك من مزيد بشأن الأوضاع على الحدود؟ يعني بالفعل قبل قليل تم الإعلان عن سقوط قذيفتان في منطقة نهارية، وذلك في مناطق مفتوحة بعد أن أطلقت من الجنوب اللبناني. لم تدوي صافرات الإنذار في هذه المدينة، وربما بسبب سقوط هذه الصواريخ في مناطق مفتوحة، عادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقوم بتشغيل صافرات الإنذار عندما تستهدف مناطق مأهولة، ولكن عندما يكون الصاروخ موجه نحو منطقة مفتوحة يتم إسقاطه وتفعيل صافرات الإنذار فقط في المناطق المفتوحة مستهدفة. أيضا صباح هذا اليوم دوت صافرات الإنذار في منطقتي برعم ودوفيف، وذلك بعد إطلاق 8 صواريخ من الجنوب اللبناني. هناك بعض شظايا هذه الصواريخ سقطت بالفعل على مصنع في منطقة دوفيف، وصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة، وأخرى تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية. هناك في الفترة الأخيرة استهداف بالصواريخ للمناطق الحدودية، وذلك بعد أن كان حزب الله يعتمد في البداية على الصواريخ الموجهة، ولكن حاليا أيضا يركز على إطلاق الصواريخ نحو المناطق الحدودية. أو هناك أيضا جهات فلسطينية تنشط في الجنوب اللبناني، هي عادة ما تستهدف المناطق الواقعة في الجنوب الغربي، تحديدا منطقة شلومي، منطقة نهرية، وتلك المناطق المحيطة في أقصى الغرب على مقربة من البحر الأبيض المتوسط، عادة ما كانت هدفا لكتائب القسام التي تنشط في الجنوب اللبناني. ولكن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تبني من كتائب القسام في لبنان أو أي بيان من قبل حزب الله. وعليه في ساعات الصباح الباكر شهدنا هذا التوتر على هذه الحدود في ظل القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف على الجنوب اللبناني محمد، والذي تحاول إسرائيل من خلاله استهداف بنية تحتية تدعي بأنها تابعة لحزب الله. بالأمس التقى عاموس هوكشتاين المبعوث الأمريكي بكل من وزير الأمن الإسرائيلي يوف جالانت، وأيضا ببيني جانتس الوزير في كابينة الحرب، كل على حدة كان اللقاء. والرسالة الإسرائيلية ركزت على أنها تمنح في هذه الفترة فرصة للحل السياسي، ولكنها مستعدة للحل العسكري. هذا من جانب. من جانب آخر أكد جالن تحديدا بأن إسرائيل لن توقف النار في الجنوب نحو لبنان ونحو حزب الله إلا بعد تغيير الوضع الأمني وضمان اتفاق يبعد عناصر حزب الله ويسمح للإسرائيليين بالعودة إلى المناطق الحدودية. حقيقة القناة الثانية عشر الإسرائيلية تتحدث عن وجود تفاؤل نوعا ما حتى وإن كان ضئيلا بإمكانية الوصول لحل دبلوماسي. هوكشتاين عرض خطة مكونة من 12 مرحلة على الأقل، تبدأ بانسحاب عناصر حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني وليس شمال نهر الليطاني، وتكثيف في هذه الفترة يتم تكثيف القوات قوات اليونيفيل ودوريات الجيش اللبناني، ومن ثم الذهاب نحو ترسيم للحدود البرية على أن تكون إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات. عاموس هوكشتاين نجح بترسيم الحدود البحرية في أكتوبر من عام 2022 بين لبنان وإسرائيل، ولكن مهمة الحدود البرية ربما هي أصعب لأن فيها مزارع شبع المحتلة. إن كانت إسرائيل تريد تقديم تنازلات حقيقية فهذا يعني انسحابها من مزارع شبع المحتلة، ولكن حتى هذه اللحظة ترفض إسرائيل حتى نقاش هذه النقطة. ربما إذا ما تقدمت المفاوضات وحدث هدوء على هذه الحدود ربما تكون مستعدة لتقديم مثل هذا التنازل، ولكن في مقابل ضمانات أمنية أو تسليم هذه المنطقة لقوات أجنبية واشتراط عدم اغتراب عناصر حزب الله من هذه المنطقة المطلة المرتفعة والمطلة على إصبع الجليل وسهل الحولة ومناطق واسعة من المناطق الشمالية، لذلك لها أهمية استراتيجية وأهمية عسكرية لمنطقة مزارع شبع المحتلة التي لا يسكنها أي إسرائيلي، هي فقط تحتوي على مواقع عسكرية مطلة على لبنان، وتمتد سلسلة مزارع شبع من منطقة الغجر من المناطق المحاذية في منطقة الغجر إلى جبل الشيخ في هضبة الجولان السوري المحتل، أين نتحدث عن قمم جبال على ارتفاعات مختلفة وغالبيتها مطلة على الجليل الأعلى وإصبع الجليل وسهل الحولة. شكرا لك أحمد جرادات مراسل العربي من الجليل.